الفرنسية، وتضمنت لأول مرة دستورية أخذت من المجتمع المدني يمثل قوة اقتراح كبيرة جدا، لا يمكن أن نسير شؤون الدولة بمجالس محلية تتشكل من أحزاب وربما حتى من أحرار، بل ينبغي أن نفتح المجال للمجتمع المدني من أجل المساهمة في تسيير الشؤون العمومية. إذن فيه نقلة كبيرة نوعية تحملها هذه الوثيقة الدستورية، سواء فيما تعلق بديبجتها أو بعض الأحكام الواردة فيها.